يقول: طفل لقيط عمره سنة كاملة الآن، وقد تم فطامه وهو الآن يأكل ولا يرضع، فهل إذا أرضعته زوجتي ليعيش بين أولادي ويكون ابنا لنا من الرضاع، هل هذا جائز؟ نعم، هذا فيه إنقاذ لنفس وإحسان إلى هذا الرضيع، وإذا أرضعته 5 رضاعات في الحولين يكون ابنا للمرضعة ولمن له اللبن وهو الزوج.